السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني أبطال خالدون، الذي نعيش فيه وإياكم مع أبطال خلدوا ذكرهم في صفحة الفداء والعطاء لهذا الوطن فاستحقوا تخليد ذكرهم. وعلى الفناء أصابعي المشاهدون الأعزاء، في هذه الحلقة سنعيش وإياكم أحداثها مع بطل جمهوري أذاق المد الفارسي وميليشياته الحوثية الويلات في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة، حتى ارتقت روحه الطاهرة وهو يذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره. في هذه الحلقة نستعرض وإياكم مسيرة وحكاية الشهيد البطل القائد العميد صالح الصلاحي، فأهلا ومرحبا بالجميع. وعلى الفناء أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود، وإن شاء الله نعاهده من هنا إن احنا على دربه لسائرون ماضون على دماء الشهداء والجرحى، وجزاكم الله خيرا. قال فصدق، وعهد فأوفى، وأقسم فأبر بقسمه، وتلك مزايا من يتشربون حب وطنهم. العقيد صالح محمد مانع الصلاحي ابن قبيلة خولان محافظة صنعاء، تاريخ حافل بالنضال، ونجم يماني خلد اسمه بتضحياته في أنصع صفحات التاريخ وأكثرها إشراقا. في مطلع تسعينيات القرن الماضي التحق بالفرقة الأولى مدرع دفاع جوي، وفي عام 97 نال شهادة البكالوريوس من جامعة صنعاء كلية التربية والآداب. باكرا أدرك خطر ميليشيا الحوثي الإيرانية وخبث ما تحمله من أفكار ضالة هدامة، فتصدى لها مذ كانت في مهدها، وكان حاضرا في كل محطات النضال والواجب الوطني. كان من أوائل من تنبه الخطر الميليشيا الحوثية، ولذلك كان من أوائل من تصدى لها. شارك في معارك كثيرة بدءا من صعدة ثم عمران وإلى أرحب وإلى مشارف صنعاء، ثم بعد الانقلاب الحوثي وسيطرته على العاصمة اليمنية صنعاء اتجه من أوائل المقاومين للمشروع الحوثي ومن قيادات المقاومة التي تشكلت في محافظة مأرب. حين تشكل الرفض الشعبي لمشروع فارس الإرهابي في البلاد واتخذ قرار المواجهة كعادتها، كان حاضرا ومساهما وعنصرا فاعلا. عندما نتكلم عن الشهيد القائد العميد صالح مانع الصلاحي رحمه الله، نحن نتكلم عن هامة وطنية، عن رجل كان من أوائل الرجال الذين هبوا للوقوف أمام مشروع إيران الفارسي في اليمن، وكان من أوائل الأبطال الذين لبوا نداء الواجب الوطني والواجب الديني، ودافعوا عن شرف الجمهورية وعن تعاليم الإسلام التي يريد المشروع الفارسي أن يطمسها بخرافات ولاية الفقيه. كان من أوائل الأبطال الذين هبوا ونزل إلى مأرب في بداية الأحداث، وكان مع قيادة مقاومة خولان
لبى النداء الواجب وكان في ساحة المعركة من أول يوم منذ 2015. العقيد صالح الصلاحي الذي يستشهد بيدي واجبه دفاعا عن الأرض والعرض والدين. طبعا الشهيد لنا معه ذكريات وأيام مرينا احنا وياه بها منذ الوهلة الأولى لمقارعة المد الإيراني في مارب. كان من أوائل المقاومة الذي قادوا المجاميع الشعبية ضد المد الإيراني قبل أن يتأسس الجيش الوطني. ثم بعد تأسيس الجيش الوطني كان من أحد ضباط الجيش ومر بجبهات المواجهة كاملة. عشنا احنا وياه في السلواح، في هيلان، في المشجح، في المخدرة، في كل سهل وجبل وله بصمات يعني فيه يذكرها كل مقاتل. ايضا كان يختلف عن غيره، وله ميزة خاصة تختلف عن غيره، وهو انه كان يحمل سلاحين، السلاح الاول وهو البندقية، والسلاح الثاني وهو الكلمة. كان رجل ذو كلمة وتوجيه ومعنوية، وللمقاتلين في كل مكان، في المترس، في الجبهة، في المواجهة، في الدفاع، في الهجوم، فكان يعني معنوية للقوم أقوى من حمل السلاح. وأيضا السلاح كان يحمله مع النسق الأول في المترس الأول. نترحم على الشهيد القائد صالح محمد مانع الصلاحي رحمة الله عليه، فقد كان من السباقين في مقارعة الانقلابيين الحوثيين. ففي عام 2015، في بداية عام 2015، كان ممن حضروا إلى محافظة مأرب إقليم سبا، وحضروا في اللقاء الأول في نخلة مع قبائل سبا، قبائل عبيدة، وكان مواقعهم في مرثد وفي المخدرة، وكان من السباقين، وكان له دور كبير في استقطاب أعداد كبيرة من قبيلة خولان للدفاع عن الدين وعن العقيدة وعن الوطن. انتقل كما ذكرت إلى مأرب ليدافع عن شرف الجمهورية وعن عقيدة الإسلام الصحيحة الوسطية أمام مشروع إيران الفارسي. عرفه الجميع وعرفته قبل ذلك جبال صرواح وشوامخ أرحب وأيضا جبال نهم وصحاري مأرب. كل هذه الأماكن قاتل فيها العقيد أو العميد صالح مانع الصلاحي رحمه الله، قاتل في كل الجبهات، قاتل داخل صرواح، قاتل في المخدرة، كان يقود المعارك أيضا في نهم، قاد كثير من المعارك داخل صرواح، وحتى وصلت الأحداث إلى داخل صحاري مأرب، وهو يواجه هذه الأحداث ببسالة واستبسال وبطولة. عرفناه من أفضل القادة الذين تولوا زمام أمور المعارك في هذه الأحداث. كان من الخيرة الرجال ومن خيرة من عرفناه. تقريبا أنا تزاملت مع العميد صالح مانع ما يقارب 20 سنة. لم أجده إلا بشوش، مبتسم، متفائل، يهب أينما يعني دعاها الواجب الوطني يهب. كان من الشخصيات النادرة رحمه الله. ترك فراغ كبير، لكن ترك فراغ كبير في قلوبنا. أما الجبهات فقد أوجد كقائد ويعني أيضا مؤهل للقادة، أوجد الكثير من أمثال صالح مانع الصلاحي رحمه الله، لكن الفراغ الذي تركه ترك فراغ داخل يعني قلوبنا وأنفسنا، أنه له مكانة كبيرة رحمه الله. رجل تعجز الكلمات عن التعبير عن العميد صالح مانع الصلاحي رحمه الله. هو قدوة يقتدى به في مثل هذه الأحداث والظروف.
لأن الرجل كان داخل المعركة وأولاده داخل المعركة، استشهد له ابن قبل هذا، قبل أن يستشهد رحمه الله، وكان ممن بذل نفسه وأولاده وما يمتلك في سبيل الله أولا وأخيرا، ثم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله وأن يجعله في عليين وأن يجعله مع النبيين والشهداء والصالحين. عديد مناصب عسكرية تقلدها، وفي كل منصب لازمته الكفاءة والبراعة في تنفيذ المهام العسكرية الموكلة إليه، وجرح أكثر من مرة، لكن تلك الجراح لم تكن لتهن من عزمه أو تحد من صلابته، ففور تماثله للشفاء يعود كرارا ذائدا عن حمى الوطن وجمهورية اليمنيين وعروبة اليمن. أحمد الله شهيدنا البطل وعبد الله صالح صلاحي الذي عرفناه منذ فترة طويلة في الجبهات، حيث عرفناه كان توجيه جبهة صرواح وظل فيها سنوات، ثم شارك مع اللواء 13، كان قائد كتيبة في اللواء 13، وشارك في جبهة المشجح ببسالة وأصيب عدة مرة رحمه الله، ثم انتقل بعدها إلى اتجاه جبهة البلق والذي ناضل فيها حتى استشهد رحمة الله عليه. عرفته في استعادة تبة ركن هيلان، كان رجل مقدام، رغم الإصابات رغم الأضرار اللي حصل عليها معي بالجبهة، لكنه مستمر في نضاله وفي جهده واجتهاده في مكافحة هذه السلالة الخبيثة حتى لقي ربه شهيدا مجيدا. نسأل الله له أن يجعله ربنا في الصديقين مع الشهداء والأنبياء والصديقين في الفردوس العلم الجنة. عرفناه رجل مقدام ورجل توجيه، كان له تأثير كبير على المقاتلين وعلى ثباتهم في الجبهات أثناء الهجومات وغيرها، من جبهة صرواح إلى جبهة المشجح، وبعدها عرفناه في العمل القتالي كرئيس عملية لجبهة المشجح وعملنا تحت قيادته. الشهيد رحمه الله من أوائل الملتحقين بالشرعية، وكان له دور كبير، دور نضالي ودور على الأرض وعلى الواقع، ومشهود له وجرح أكثر من مرة. كان العقيد صالح الصلاحي من الضباط الأحرار الذين لبوا نداء الواجب. كان عمليات جبهة هيلان والمشجح، كان من الضباط المقاتلين الذين تصدوا لهذه الميليشيات الإرهابية التي انتزعت الوطن ومقدرات الوطن ومؤسسات الوطن. فكان هذا العقيد الشهيد رحمه الله من أفضل الضباط الذين لبوا نداء الواجب في جميع الجبهات، وانتقل إلى جبهة المشجح ثم هيلان ثم بعد ذلك إلى جبهة البلق، فاستشهد هناك رحمة الله عليه. فالعقيد صالح الصلاحي خسارة على الوطن وعلى زملائه الضباط الأحرار، فبإذن الله تعالى ستكون دماء الضباط الأحرار وقود لتحرير اليمن كاملا من هذه الميليشيات الإرهابية، الميليشيات الكهنوتية التي تدعي ولاءها وحبها لإيران. وبإذن الله تعالى سنكون على درب هؤلاء الشهداء الأحرار الضباط المناضلون. مثلما كان فارسا في الميدان العسكري، كان أيضا فارسا لامعا على مستوى الحياة الاجتماعية، فابن مديرية جحانة كان أحد مشايخها ومن كبار وجهائها، فهو ينحدر من أسرة تحتل مكانا مرموقا لها مكانتها الاجتماعية. العميد صالح مانع كان شيخ وكان وجاهة اجتماعية في قبائل خولان، وهو ابن أسرة عريقة لها مكانتها الاجتماعية بين الجميع، ومن الأقدار أن اسمه صالح مانع الصلاحي، فهو الصالح في نفسه والمصلح لغيره، وهو السد المنيع الذي لا يمكن يتجاوزه البغي وأذناب البغي والعدوان، فهو كما عهده الجميع في كل ميدان من ميادين الحياة، سواء الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية الميدانية، فهو مقدامها وأسدها رحمة الله تغشاه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته
فهو خسارة ليس على قولا فحسب، وإنما خسارة على الوطن وعلى قواته المسلحة وعلى فصائله القتالية، فرحمة الله تغشى. كان وجيها اجتماعيا ومصلحا فذا كذلك، عرفه المجتمع من خلال الإصلاح بين الناس ومن خلال أعماله الخيرية التي تغطي كل المجتمع. عرفناه قبل الأحداث الجبهات، وهو من أسرة عريقة، يعتبر من مشائخ خولان، كان له دور قبل الأحداث في الإصلاح الاجتماعي وفي أيضا تربية الأجيال، كونه كان يعني أحد الشخصيات الاجتماعية المصلحة داخل المنطقة. كان له تأثير كبير في المجتمع، وكان رجل له أثر طيب في إصلاح ذات البين، وكان ذو همة عالية، وكان لا يكل ولا يمل، وكان له مكانة كبيرة في قلوب محبيه. مجموعة قيم وأخلاق تحل بها الشهيد الصلاحي جعلت منه رجلا متميزا وقائدا ملهما، يشحذ الهمم ويذكي روح الوطنية ويعمق روح الإخاء وييسدها واقعا، حتى أصبح يعده كل من يعرفه ويزامله أخا له. شهيدنا الأخ أبو عبد الله العقيب صالح الصلاحي رحمه الله كان من رجال الأفداد، الرجال الذين هبوا للدفاع عن هذا الوطن في أول وهلة للانقلاب الحوثي الإيراني. رجل يتميز بمواصفات عدة، رجل فذ، رجل مجاهد، رجل خلوق، رجل يعني عرفناه في الجبهة في جبهة هرم المشيح، رجل مقدام له مواقف كثيرة، مواقف بطولية، مواقف مؤثرة، حتى أن معظم الشباب في الجبهة أحبوه وكان قدوة بالنسبة لهم. إن تحتاج إلى أبو عبد الله في الميمنة تجده في الميمنة، تحتاج إليه في الميسرة وهو كذلك، رحمه الله تعالى أراد له الله بالشهادة، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. الأخ أبو عبد الله عايشته فترة طويلة في الجبهة، فلو أرى منه إلا كل خير، إلا نفس تواقة للشهادة، إلا رجل همام محب للجبهة ومحب لأبنائه في الجبهة ومحب لكل الناس، رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث عن الشهيد القائد العقيد صالح مانع الصلاحي هو حديث متنوع، ولا يدري المتحدث من أين يبدأ، لأن الشهيد رحمة الله عليه كان يمتلك مجموعة من الصفات التي تجعله في وضع متميز ونادر كما يعلم الله، ليست مبالغة في الموضوع. كان من أبرز سماته أنه كان قائد ملهم وباعث العزيمة في من حوله من الأفراد وفي من حوله من زملائه، كان ملهما وباعث العزيمة مهما كانت الظروف المحيطة محبطة أو كانت غير مشجعة، إلا أن ما فيه من ملكات قيادية تجعله يلهم الحضور ويبعث فيهم الروح المعنوية العالية ويشجعهم على العمل والمزيد من الإقدام. هذا واحدة من الصفات التي كان يتميز بها وكانت واضحة عنده أكثر من غيره. سنوات وهو في الجبهة لا يفارقها، لا يأتي إلى أبنائه وبيته إلا ليغير ملابسه وثيابه ثم يعود بعد ذلك إلى الجبهة. كان مرحا خلوقا قريبا من جميع الأفراد، قريبا كذلك من جميع القيادات، من عرفه لا يستطيع أن يفارقه أو أن ينساه. العميد صالح مانع الصلاحي رحمه الله كان من أبرز قيادات الجيش الوطني ومن أبرز قيادات مقاومة خولان، وكان له حضور في كل الساحات، كان له حضور داخل ساحة القتال والجبهات،
وكان له حضور داخل الجانب الاجتماعي والإصلاح ذات البين، كان له حضور في المحاضن التربوية لتربية الأجيال والنشء، كان له حضور في كثير من المواقف، مواقف الخير، مواقف الشرف، مواقف البطولة. ستجد كل الأماكن التي يتمنى الإنسان أن يكون فيها من مواقف شرف وأماكن رفعة، ستجد أن العميد صالح الصلاحي رحمه الله في كل هذه المواقف له باع طويل جدا وكبير جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده في واسع رحمته، وأن يلحقنا به شهداء صالحين مدافعين عن ما مضى عليه. ونعاهده ونعاهد كل الشهداء أن نمضي على هذا المشروع، على مشروع تحرير الوطن، على مشروع الوقوف أمام هذه الميليشيات الإيرانية الفارسية حتى نحرر اليمن من هذه الشرذمة، أو نستشهد دون أن يحقق هذا المشروع هدفه الذي يريد أن يجتاح المنطقة العربية ككل، لكن ستحطم يعني أهداف الفرس على صخرة هؤلاء الرجال مثل الشهيد صالح مانع ومن ترك من الأبطال خلفه. كما أن من الصفات الذي كان يتميز بها الشهيدنا رحمة الله عليه الروح الأخوية العالية، فما كان يشعر الفرد أنه أمام قائد يتعالى عليه، بل بالعكس كان يمارس الروح الأخوية العالية، عنده نفس التواضع والعالي مع الجميع حتى يشعر الجميع أنه أخ للكبير، أخ كبير للطفل للشاب الصغير، ويشعر كل واحد أنه أخ له، لا يمارس نوع من التعالي ولا يمارس أنه أكبر من السن، بل يمارس نفس السلوك والأخوي الذي يسحر به كل من سايروه. وأنا واحد من انسحروا يعني وتأثروا تأثر يعني غير عادي بأخلاقه التي عرفناه بها لسنوات طويلة، ليست لشهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، لكنها لسنوات طويلة ورث هذا الإرث من الصفات النادرة. نسأل الله أن يرحمه ورحمة الأبرار. شجاعة وإقدام وتضحية وبذل وولاء للوطن وقضيته على تلك القيم عاش بطلنا الصلاحي. في فجر يوم 22 من شهر ديسمبر 2021 كان العقيد الصلاحي مع موعد مع نيل الشرف ورتب المفاخر وتتويج حياته النضالية بأعلى الأوسمة، وأي فخر أعظم من انحيازك لوطنك فتقاتل وتمهر ذلك بأغلى ما لديك وهي روحك، إنه إتيان الكرم من أوسع أبوابه والمفاخر من أعلى مراتبها. رحم الله الشهيد العميد صالح محمد مانع الصلاحي، كان قائدا عظيما وبطلا جسورا افتقدته ساحات المعارك، فهو ليثها وأسدها، وهو القائد المتفاني المخلص لقضيته الذي دفع ثمن القضية روحه وفاء لوطنه وقضيته. عرفناه قائدا ومربيا تربى على قيم ثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أوجدت جيلا يحمل معاني الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع، والتي أوجدت كذلك جيلا يرفض التبعية لأي جهة كانت، ويرفض الاستبداد والتسلط من أي فئة كانت، لأن ثورة 26 من سبتمبر كانت أولى أهدافها التحرر من الاستبداد وإنهاء حكم الإمامة. فكان الشهيد رحمه الله تشرب هذا المعنى كاملا وتربى على هذه القيم، وكان نعم المربي لهذه القيم، قيم الإسلام الخالدة التي تدعو إلى الحرية والعدل
والمساواة بين جميع أبناء الناس، وأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات. الشهيد صالح الصلاحي عرفناه رجل مقدام، شجاع، بطل مضحي بكل ما يملك، ليس بروحه بس حتى بأمواله وممتلكاته كان يسخر الجبهة. رحم الله شهيدنا وقائدنا القائد الشيخ العقيد صالح محمد مانع الصلاحي. افتقدناه جسدا لكننا لم نفتقده قيما ولا أستاذا ولا مربيا، فهو حاضر بيننا بتعاليمه، حاضر بيننا بأطروحاته، حاضر بيننا بمزحه، حاضر بيننا بتربيته، حاضر بيننا بمواقفه الشجاعة القوية المقدامة التي ليس آخرها يعني هي شهادته في سبيل الله، لأن الشهادة هي خاتمة، هي شهادة يعطيها الله سبحانه وتعالى، خاتمة لنضال، لعمل، لبناء، لتقدم، لتربية، لجد، لجد، لإخلاص. فنال هذه الشهادة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به صالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعلنا من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله له الرحمة والخلود، ونبشر شهداءنا ونبشر مجتمعنا اليوم بأن المبادئ التي استشهدوا من أجلها هؤلاء الشهداء والتي جرح من أجلها الجرحى ما زال، وأن الأبطال مستمرون في تحرير المناطق اليمنية. بدأت في هذه السنة المباركة تباشير النصر تلوح، وبإذن الله إلى أن تنتهي هذه الميليشيا من أرض اليمن كاملا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر للجمهورية والخلود والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والخزي والذل والعار والهوان لعملاء إيران وميليشيات الحوثي. كان مثالا للأخلاق، مثالا للتضحية، مثالا للبطولة، مثالا للوفاء لدينه ووطنه. كان رحمة الله تغشاه من أوائل المبكرين لمواجهة هذا الكهنوت الحوثي. وعلى البلاد أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود. المشاهدون الأعزاء، يظل الشهداء شرف الأوطان وفخرها وعزها، كونهم سجلوا نضالاتهم بريشة تضحياتهم على صفحة اليمن الماجد. إلى حلقة جديدة وبطل جديد من أبطال جمهوريتنا الخالدين، نترككم في حفظ الله ورعايته. على دربك يا ابن الشدادي هب جلادك.